مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من المنتصف نبدأها بأبرز وأهم العناوين. الأخضر بطموح الكبار يستعد لتجاوز محطة عمان في الجوهرة. وضمن أيضا أبرز عناوين هذه الحلقة، الفرج يسجل اسمه ضمن أبرز الأسماء التي حملت شارة القيادة نحو المونديال العالمي. وفي المنتصف اليوم، في ذكرى التأهل، السعودية وإيران مواجهة تاريخية سطرها الصقور نحو مونديال 94. حياكم الله من جديد في تفصيل كامل لأبرز وأهم أحداث كرة القدم السعودية. يمكن ما في حديث يعلو على مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية، تجاوزنا مرحلة مهمة وبقي الأهم إن شاء الله خلال المحطة السابعة أمام عمان، ومن بعدها أيضا مواجهة اليابان وكتابة أيضا التواجد في المونديال العالمي في الدوحة 2022. اليوم إن شاء الله راح نتكلم بشكل مفصل بأبرز وأهم ملفات هذه الحلقة اللي يتصدرها أكيد مثل ما ذكرنا المنتخب السعودي. لكن بداية نرحب بضيوف المنتصف في هذا المساء من استوديوهاتنا في الرياض، الناقد عبد الكريم الجاسر، مساء الخير، حياك الله أبو يزيد. أهلا وسهلا عبد الله، مساء النور. أيضا من جدة رحب بالناقد الرياضي عمر الكاملي، مساء الخير، حياك الله يا عمر. مساك الله بالخير أخوي عبد الله، مساء الخير للزميل عبد الكريم الجاسر. الله يحييكم. أيضا نبدأ بأهم الأخبار اللي تتصدر المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية في فقرة سطور المنتصف. أجرى رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل اتصالا هاتفيا برئيس بعثة منتخب عمان المتواجدة في جدة، واطمأن على سلامة بعثة المنتخب العماني التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها، وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب. واصل المنتخب الوطني تدريباته في معسكره الذي يقام حاليا في محافظة جدة استعدادا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 7 من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عاما، وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى 2 فبراير المقبل، وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما لعام 2022 في أوزبكستان. قطع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى بطولة العالم المقبلة لعام 2023، وذلك بعد فوزه المستحق على كوريا بنتيجة 27-22 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية في نسختها 20 المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام. وقعت إدارة نادي الاتفاق عقدا احترافيا مع المهاجم يوسف نياكاتي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023، وذلك في صفقة انتقال حر، وأجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي للاتفاق معاذ العوهلي.
تمثل أيضا مشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 الحالية الأفضل في مسيرة الأخضر الكروية، لكونه استمر بأداء ثابت في جميع المباريات الست اللي لعبها حتى الآن، وحصل أيضا على صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقه. مستويات كبيرة قدمها الأخضر السعودي في التصفيات المونديالية الحالية ليبهر المتابعين وينال إعجاب المحللين ويكسب احترام المنافسين. شخصية فنية قوية فرضها منتخب الصقور على كل منتخبات مجموعته الثانية، ذهبت به بعيدا في الصدارة وعلى بعد عدة نقاط من العبور رسميا إلى كأس العالم قطر 2022. تبقى قليل من كثير حققه المنتخب السعودي على مدى 6 جولات في التصفيات النهائية، كسب منها 5 جولات وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن، وحقق الأخضر رقما قياسيا لم يصل إليه أي منتخب من المنتخبات الآسيوية 11 المشاركة في التصفيات، بتحقيقه 4 انتصارات متتالية منذ الجولة الأولى وحتى الرابعة قبل أن يتعادل أمام أستراليا على أرضها، وتعادل كان سلبيا، وهو ما فشلت فيه كل المنتخبات في المجموعتين، حيث حقق كل من اليابان وأستراليا وإيران 3 انتصارات متتالية كحد أقصى حتى الآن. حصيلة الأخضر التهديفية ليست كبيرة، ولكنها أكثر تأثيرا بين كل منتخبات المجموعة، حيث أحرز 9 أهداف متساويا مع أستراليا توزعت على شباك منتخبات المجموعة عدا أستراليا، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط جاءت جميعها في مباريات انتصر فيها المنتخب السعودي وكسب نقاطها. إذن المنتخب السعودي في المرحلة الأهم في مشوار التصفيات وإن شاء الله العبور للمونديال كأس العالم. أبو يزيد، اليوم منتخبنا هو الأفضل يعتبر على مستوى النتائج، على مستوى الاستقرار، حتى على المستوى الفني. لما تشاهد المنتخب السعودي تقول والله هذا منتخب مقنع اليوم هو يلعب التصفيات، إيش اللي يميز منتخبنا في هذه الفترة؟ ما في شك أنه النتائج كانت أكثر من ممتازة وفوز 4 انتصارات يعني لم يحقق أي منتخب آخر، لكن إحنا الآن دخلنا مرحلة الحصاد، بمعنى أنه المباراتين القادمتين يعني أنت بينك وبين المنتخب الياباني 4 نقاط، فلو لا سمح الله تعثرت حتقابل اليابان المباراة الجاية قد تفقد الصدارة، وقد لا سمح الله أيضا تفقد التأهل، لأن أستراليا أيضا فارق نقطة يعني 5 نقاط عن أستراليا، فالموضوع حساس جدا. إحنا في مرحلة حصاد، ثقتنا كبيرة في المنتخب السعودي، قدم مستويات جيدة، ما ميزه في هذه التصفيات أنه استقرار المستوى بالرغم من الغيابات بالرغم من تغير التشكيل، ولكن فيه مستوى فيه روح. هذه فيه تحسب للمدرب، ما في شك أنه تحسب لكل المدرب، هي العمل غالبا الجزء الأساسي هو بالتأكيد المدرب، لأن هو اللي من يعمل داخل الملعب، لكن المنظومة كلها كلاعبين كإدارة منتخب كاتحاد كرة كحتى الإعلام وجماهير الجميع مشارك في هذا الأمر، لأنه في يعني
اتحاد خلف المنتخب. الجميع ما في انتقادات، في دعم، في تشجيع، في مؤازرة، فيه وقوف كامل خلف عناصر المنتخب أيا كان من مثل المنتخب. وكانت النتيجة الحقيقة حتى الآن صدارة المجموعة. ولكن مثل ما قلت لك المباراة القادمة يعني جدا هامة، وإحنا في كل مباراة نقول المباراة القادمة هامة، لكن صحيح. هذه تحديدا هي بالفعل مهمة، تسبق مباراة اليابان. مهم جدا تدخل مباراة اليابان وأنت يعني تتقدمهم بأربع نقاط، هذا يعطيك ارتياح، يعطيك اطمئنان، يعطيك قدرة على أنك تسير المباراة كما تريد. ولكن لو لا سمح الله يعني تقلص النقاط هتصبح حافز كبير للمنتخب الياباني، سيستضيفك على أرضه بين جماهيره وحيسعى للفوز وانتزاع الصدارة صحيح. منك. نعم. ولذلك احنا ان شاء الله نتمنى ان المنتخب السعودي يكون بنفس الشكل اللي ظهر عليه في المباراة السابقة، وانه ان شاء الله يعني ينجح في تأدية مباراة كبيرة امام المنتخب العماني الشقيق اللي لا نستهين فيه. منتخب يظل منتخب حظوظه يعني قائمة، عنده 7 نقاط ولا زال باقي عدد جيد من المباريات وقد تخدم مبارياته، وبالتالي سيكون يعني يدخل للبحث عن الفوز. نعم. وهذا يساعد المنتخب السعودي انه يعني سيلعب مباراة تنافسية. صحيح. طيب رينارد ايضا قائد الاخضر الفني اقترب كثيرا من تسجيل اسمه كمدرب سادس في تاريخ المنتخب السعودي وصولا لكأس العالم بعد عدة مدربين شاركوا في قيادة الاخضر الى المحفل العالمي. طيب عمر الكاملي، يعني منتخبنا يمكن يقدم مستويات مثل ما ذكرنا في البداية هي مرضية اليوم للشارع الرياضي السعودي بقيادة هذا المدرب السيد رينارد اللي قدر يحافظ أولا على استقرار المنتخب السعودي من خلال الأسماء المختارة، وأيضا ما انعكس على المنتخب السعودي في التصفيات من خلال النتائج. لعبنا 6 مباريات، 5 مباريات احنا حققنا العلامة الكاملة، وفي مباراة تعادلنا. من المؤكد بأن السيد هيرفي قاد المنتخب في أجمل تصفياته بدون هزيمة حتى الآن أو العلامة الكاملة. هو مدرب قادر على توظيف اللاعبين، حتى اللاعبين المبتعدين عن أنديتهم أعادهم للتوهج من جديد، توظيف اللاعبين، قيادة النجوم للإبداع داخل المستطيل الأخضر. بس الخوف من المباراة الجاية أمام عمان بكل أمانة هو من غياب سلمان الفرج، عنصر مهم جدا جدا، وعدم مشاركة اللاعبين أكثر من 6 إلى 7 لاعبين في استمرارهم مع أنديتهم في المباريات. المباريات تبتعد عن حساسية المباريات، هذا شيء مؤثر كثير. أنا أعرف فقط 4 لعيبة هم اللي يشاركون في أنديتهم الآن بشكل مستمر: عبد الإله العمري، ياسر الشهراني، وسلمان سالم الدوسري، وفهد المولد. أما بقية اللاعبين إحنا نعرفهم، لو صنفناهم مع آخر مباراة إلى الآن لم يشاركوا إلا في دقائق معدودة. ولهذا نجد المدرب قادر حتى رغم ابتعادهم، وشاهدناهم أكثر من مرة من أكثر من لاعب قدموا مستويات مميزة، وهذه صناعة مدرب، فكر مدرب، قراءة مدرب للاعبين. ولهذا أنا أرى بأن المرحلة القادمة، مبارتين القادمة تحديدا، مبارتين مهمة، وأمامنا فوز إن شاء الله في يكون هو المؤهل أمام عمان، الفوز ولا غير البديل غير الفوز، لأن 4 نقاط في عالم كرة القدم ليست بالفارق الكبير، 4 نقاط فارق بسيط، وممكن على اليابان وأستراليا هم الملاحقين للمنتخب أن يحققوا هذا الفارق ويكسروا هذا الفارق في خلال هذه المباراتين. لكن السيد هيرفي أنا أثق في هذا المدرب وأنه قادر على صناعة وإيجاد منتخب مختلف بهذه العناصر. نعم. طيب بس للتذكير، يعني الأسماء الثابتة يمكن في قائمة المنتخب السعودي طوال التصفيات المؤهلة لكأس العالم اللي هي التصفيات الآسيوية: سلمان الفرج، عبد الإله المالكي،
فهد المولد وعبد الإله العمري في تشكيلة المنتخب السعودي. هذه الأسماء هي بصفة أساسية تلعب طوال التصفيات المؤهلة مع السيد رينارد. في مسيرة أيضا المنتخب السعودي أسماء قادت منتخبنا إلى كأس العالم من خلال ارتداء أو حمل شارة القيادة والوصول أيضا إلى المحفل العالمي. ما بين عام 94 إلى 2022 أسماء كبيرة حملت كابتنية الأخضر. ما في شك بأنه كل من حمل شارة القيادة المنتخب السعودي هي أسماء كبيرة وشاركت يعني صفة أساسية أو بشكل مباشر في إنجازات المنتخبات السعودية. اليوم لما نتكلم عن لاعب مثل سلمان الفرج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كسر كل شيء وحقق كل شيء. صحيح. اليوم يمكن يعتبر هو القائد الأبرز في مسيرة المنتخبات أو حتى على مسيرة الهلال لما نتكلم بالأرقام. صحيح، يمكن سلمان خلال الخمس سنوات الأخيرة قدم نفسه بشكل يعني أكثر من ممتاز، قد لا على الصعيد الفني ولا حتى على صعيد القيادة سواء في الهلال أو في المنتخب الوطني، لأنه يعني بالفعل فيه نضج فني، فيه قدرة على التأثير على زملائه، وأيضا داخل الملعب هو بمثابة المدرب داخل الملعب، يعني تأثيره أكثر من كبير داخل الملعب. وبالتالي احنا محظوظين في وجود نجم مثل الكابتن سلمان في صفوف المنتخب الوطني، وتعودنا دائما الحقيقة المنتخب السعودي دائما يكون لديه قادة مميزين ويلعبون دور كبير في التأهل للمناسبات والاستحقاقات الكبرى. سلمان يمكن اكتسب خبرة كبيرة في مشاركته في كأس العالم السابقة، وأيضا هذا الموسم يقود المنتخب بشكل جيد، ويعني نأمل منه وزملائه إن شاء الله أنه يعني ينجحون في إكمال المسيرة والتأهل بإذن الله لنهائيات كأس العالم. نعم. طيب عمر، تعتقد بأن غياب سلمان الفرج في المباراة الجاية مع المنتخب أو أمام المنتخب العماني راح يكون مؤثر، ولا إن شاء الله قادرين على يعني تجاوز هذا النقص؟ لا، أنا ذكرت في البداية بأن غياب سلمان الفرج غياب مؤثر جدا، خاصة أنه الكابتن قائد في داخل الملعب وحتى خارج الملعب. إحنا شاهدنا مع يمكن أكثر من لقطة كيف في غرفة الملابس تعامله مع اللاعبين، مع خبرته داخل الملعب وخارج الملعب. حتى سلمان الفرج قائد مؤثر وقائد مهم جدا، وهو من أهم لاعبين في المملكة للأمانة. سلمان الفرج وسالم الدوسري هما الأبرز في الملاعب السعودية، ولهذا أنا أرى بأن غيابه مؤثر، وأي لاعب ستكون عليه مسؤولية كبيرة، خاصة أن سلمان الفرج يختلف عن أي محور في الملاعب السعودية. سلمان الفرج قادر على صناعة من مركز المحور، قادر على التسجيل، وهو يجيد الاثنين، يجيد الشق الهجوم والشق الدفاعي، ولهذا أرى بأن المسؤولية ستكون كبيرة على أي لاعب بديل، ونتمنى التوفيق للبديل في المباراة القادمة أمام عمان. يا رب إن شاء الله. طيب احنا ايضا تواجدنا خمس مرات في كأس العالم، وفي تفاصيل اكيد ما تنسى من خلال مباريات التصفيات. في عام 94 مباراة السعودية وايران يعني لها ذكريات خاصة عند السعوديين يمكن ما حد يقدر ينساها. سامي جابر، سامي جابر، هو بالجول زي ما أقول، المنطقة اللي فضيت واللي شغلت ضغط عليها منتخبنا بسرعة وسجل منها الهدف الأول. سامي الجابر في الدقيقة 24. منصور تمريرة أخرى في اتجاه سامي، بيجري سامي، بتصلح لسامي، يرجع لمهلل، يشوط المهلل، يشوط الجول الثاني، يشوط الجول الثاني، يشوط الجول الثاني، فهد المهلل، فهد المهلل في الدقيقة 27 يحرز الهدف السعودي الثاني، الهدف السعودي الثاني في ثلاث دقائق، هدفين متواليين. الضغط المستمر والمركز على الناحية اليمنى. رياب ينطلق بها، سامي صلح لحمزة، يلا يا حمزة، هي دي الثالثة، 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 هي دي
الثالثة، هي هذه الثالثة. منصور الموسى، والهدف الثالث منصور الموسى. حمزة إدريس عمل كل شيء. خالد مسعت المرمى وتفلت وبالمرمى، حمزة إدريس جاب حمزة إدريس هدفه، الهدف الرابع لحمزة إدريس في الدقيقة 18. حمزة إدريس بيسجل هدف التأكيد بإذن الله، هدف تأكيد الحجز إلى الولايات المتحدة الأمريكية مندوبين عن قارة آسيا لتمثيلها في مونديال 94. حمزة إدريس دقيقة 18 سجل حمزة إدريس هدفه وأصبحت أغلى هدف لحمزة إدريس. كان هذا أول تأهل للمنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم عام 94. هذه المباراة بالتحديد يعني يمكن هذه المباراة ما تنسى، كان لها طعم مختلف باعتبار أنه كان منافس قوي مثل المنتخب الإيراني. صحيح. وكان أول مرة إحنا نطلع كأس عالم، ما في شك أنه يعني هذه من المباريات التاريخية اللي لا يمكن ننساها أي يعني مشجع سعودي عاشها في وقتها، لأنه كانت الحقيقة يعني طموحات وأمال كبيرة من السعوديين أن يصلوا لكأس العالم، وللأول مرة، ودائما الأولى يكون لها الحقيقة طعم مختلف وتأثير. صحيح. مختلف عند الجميع، وكانت الحقيقة نواة لمنتخب قدم مستويات جيدة، عادل دورة الخليج الفوز فيها لأول مرة بعد هذه في 96، ثم أخذ كأس آسيا في 98، وبالتالي كانت بداية إنجازات الجيل مهم جدا في تاريخ كرة القدم السعودية. ويمكن تذكرنا احنا تأهلنا كأس العالم في 98، تأهلنا كأس آسيا. صحيح. كان 96 في الإمارات. صحيح، كانت المرة الثانية 98. أيه. وأخذنا كأس الخليج 96 كانت في الإمارات. كأس أيه. آسيا وأخذنا كأس الخليج أيضا. أيه. وكأس آسيا وتأهلنا 98، فكانت أربع سنوات يعني حافلة للمنتخب السعودي. الغريب أنه في لاعبين يعني كانوا نجوم كبار، يعني هذا جيل على فكرة كان جيل فعلا جيل عظيم، في لاعبين في كافة المراكز، في لاعبين كبار. من أكثر لاعب كان يعجبك في المنتخب هذا؟ لا أنا شفتهم كلهم أخذوا ايه. حقهم، بس مثل لاعب مثل فهد المهلل يعني كان نجم وغادر بهدوء بدون ما ياخذ ما يستحقه من 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 يعني قيمه ومكانه، بحكم انه كان له تاثير كبير في اهل المنتخب السعودي. من اكثر لاعب كذا تحس انه يعني نجم كان مختلف عام 94 وانت كنت تتابع؟ في ذاك الوقت كان محمد الدعية كان اسطوره، ما يمكن يعني فوق مستوى كره القدم الاسيويه كلها، وشاهدناه اكدها في كاس العالم، كان الحقيقه يعني شيء عظيم جدا اللي قدمه. بقيه اللاعبين كلهم كانوا الحقيقه يعني في افضل حالاتهم، وسامي في بداياته كان لسه صغير، وكان مجموعة لاعبين يعني جيل متكامل وعندها طموح انهم يحققون شيء مختلف. بالتأكيد بالتأكيد، وكان يعني حتى كرة القدم اختلفت عن ذاك الوقت. صحيح. يعني الآن الجيل الحالي بالرغم انه قد يكون اقل امكانيات من ذلك الجيل، لكنه على صعيد الأداء الجماعي واللعب كفريق ومتطلبات الكرة الحديثة ومن حيث اللياقة وسرعة اللعب واللمسة الواحدة والتكنيك العالي للاعب، أعتقد أنهم جيل عظيم جداً. صحيح. الجيل الحالي. طيب خليني أسألك عمر عن يعني هذيك الفترة للمنتخب السعودي، إحنا نتكلم عن 94 اللي إحنا نسميها خليني أقول مرحلة تأسيس التواجد في بطولات يعني عالمية، أول تواجد لنا عام 94 في كأس العالم. اليوم منتخبنا خلال هذه السنوات الطويلة اختلف كثير عن هذاك المنتخب اللي شارك في 94؟ من المؤكد اختلف كثير وليس بالشكل البسيط. اختلف احنا الان في عصر الاحتراف، اختلف انتماء اللاعبين لانديتهم بعيدا عن انتماء للوطن، هذا شيء مؤكد، الجميع ينتمي للمنتخبنا الوطني وللممثل الوطن، لكن حتى نوعية اللاعبين، المهارات، كثرة النجوم في ذلك الوقت تحديدا، اذا ضربنا المثل في احمد جميل الخلاوي الله يرحمه، خالد مسعد هذا نموذج من اللاعبين، فؤاد انور، خط الهجوم كان فيه صراع على التنافس
بدءا من سامي الجابر إلى حمزة إدريس إلى غيرهم من النجوم، كان نجوم فعلا أساطير في ذلك الزمن. وفي 94 إحنا حققنا أفضل مشاركة صح. على مستوى المنتخب، لأن هناك نجوم فعلا أثبتوا وجودهم، ممكن شاهدنا فؤاد أنوار، سعيد العويران، إيش اللي يعملوه في المنتخب مع بقية النجوم المنتخب. عمر هي ما هو رأي يعني بالأرقام، ها 94 كانت أفضل أكيد مشاركة أكيد هذا ايه؟ ما هو لا رأي ولا تعبير، هذا صحيح. المنتخب شاهدناه على أرض الواقع كيف مثل، كيف شرف الكرة السعودية. أصبحت من بعد 94 مشاركتنا من أجل المشاركة للأمانة، اختلف الوضع تماما، لكن 94 كان هناك لاعبين فعلا من يوم ينزلوا للملعب وانت واثق ماذا سيقدم هؤلاء النجوم. أتمنى تفضل نعم كمل عمر. أتمنى فعلا الآن نثبت بأن الاحتراف غير الكثير، لكن مع الأسف انعكس هذا البردود، الاحتراف يمكن أثر كثير على رياضتنا وعلى المنظور الرياضة في العالم كلها. يمكن نشاهد 3 إلى 4 نجوم على مستوى كرة القدم في العالم، لكن 94 إذا جينا نعدل النجوم في الملاعب، منتخب البرازيل، منتخب ألمانيا بالعشرات إذا وجدنا، لكن الآن اختلف حال كرة القدم في كل أنحاء العالم. طيب من كان يعجبك في عام 94 من بين نجوم المنتخب؟ يعني تقول الله هذا لاعب كان يشدني كثير لما يكون في الملعب. خالد مسعد. خالد مسعد. نعم. طيب المنتصف أيضا مستمر وفيه بعد قليل. الأوساط الرياضية تنتظر حسم القضية الأكثر جدلا ما بين الهلال والنصر. وفي الهلال أيضا أسماء لأول مرة تشارك في كأس العالم للأندية. حياكم الله من جديد. يقدم الاتحاد مستويات مبهرة هذا الموسم وضعته في قمة ترتيب دوري المحترفين السعودي، يعتبر هو المرشح الأول لتحقيق لقب الدوري بعد أن احتفظ بالصدارة في الجولات الماضية. إدارة تعمل بصمت وتنجز المهام تلو الأخرى، وجمهور يدعم ويساند في كل المباريات، وفريق يسيطر على الكرة فيكون الكعب الأعلى في الملعب، إلى جانب إدارة فنية تأمل تحقيق كل مطلب.
هي منظومة الاتحاد هذا الموسم في سبيل إعادته لمنصات التتويج حتى توالت الانتصارات لتصل إلى 9 انتصارات، جاءت 8 منها في دور المحترفين وانتصار واحد في كأس الملك أمام الفتح. بدأ الاتحاد انتصاراته 8 المتتالية بعد خسارته أمام الشباب بهدفين نظيفين ليحقق الفوز على الحزم بهدف نظيف قبل أن يكسو على الفتح ب3 أهداف دون مقابل، وانتصار آخر أمام الطائي بهدف، ثم الاتفاق ب3 أهداف لهدفين، ويكرر ذات المشهد أمام الباطن بالحفر، ثم يعود أمام الفيحة بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ومن ثم انتصار على الرائد بهدفين مقابل هدف، فيما اختتم العميد آخر مبارياته في الدوري حتى الجولة 18 بانتصار على الفيصلي بهدف دون رد. هذه الانتصارات 8 في دوري المحترفين إضافة إلى انتصار في كأس الملك يضع الأفضلية اتحادية في صراع الحصول على اللقب، وبخاصة وأن لديه مباراة مؤجلة أمام الهلال وانتصاره فيها يعني ابتعاده ابتعادا مجددا بفارق 9 نقاط عن النصر كأقرب المنافسين على القمة. أيضا الاتحاد حقق أرقام إيجابية هذا الموسم، انتصارات متتالية في الدوري، التأهل في كأس الملك، أيضا سجل تهديفي إيجابي بالإضافة للمحافظة على شباكه في كثير من المواجهات الماضية. طيب الاتحاد يعني ما في شك صدارة الدوري تعكس وضع الفريق حاليا في المنافسة تحديدا في بطولة الدوري. عمر، يعني أكثر ما يميز الاتحاد يمكن اليوم وانت تتابعه في الملعب طموح كبير عند اللاعبين، عدم اليأس حتى الدقائق الأخيرة، الخروج بنتيجة إيجابية بعيدا عن مستوى الفريق أحيانا اللي ما يكون مرضي، لكن الفريق يحقق الآن في الملعب. نعم، الاتحاد في هذا الموسم تحديدا المختلف تماما من بشكله المتوافق سواء اداريا سواء فنيا او حتى متابعه العشاق جماهير الاتحاد وهي الوقود الحقيقي للفريق في الصداره. الاتحاد اختلف من ناحيه المدرب، من ناحيه اختيار العناصر، العناصر السبعه ابرز عناصر سبعه موجودين في الملاعب السعودية في كل مركز، الاختيارات الواقعية والمنطقية بدءا من الحراسة إلى حجازي إلى الأخير حمد الله. الاتحاد بدون رأس حربة حقيقي محقق 40 هدف وأقوى دفاع في ظل غياب حتى حجازي، المنظومة اختلفت تماما. لكن ما يقلق بعض الاتحاديين، أنا الاتحاديين العقلاء لا يقلقهم أي شيء في الوقت الراهن، الزج بالاتحاد في الكثير من الإشكاليات، مثلا الآن ما يحدث على إشاعات خصم النقاط، الخراع وما أدراك بالخراع، البيان الاتحادي اللي صدر من ساعة من الآن اللي حول القضية الاتحاد ولا الخراع، وإشكاليات كثيرة أنا ما أعرف ليش تبنيها في هذا الوقت تحديدا، والزج بالاتحاد في هذا الوقت تحديدا، حتى في الكفاءة المالية أعرف أندية كبيرة إلى الآن لم تجتاز طبعا الكفاءة المالية، أو حتى أندية كثيرة كانت عليها مديونيات أكبر من الاتحاد ومع هذا سددت. أعرف بأن الدولة
وهذه 20,000 خط تحتها هي من تسدد عن جميع الأندية. الكفاءة المالية ستسدد وهي كما حصل الداعم الأول في هذا الموسم وفي كل موسم، ولهذا الأندية جميعها ستسجل. لكن ما أدري ليش حلال عليهم وحرام على الاتحاد في هذا الوقت تحديدا. للاتحاد سيسير بهذه المنظومة بهذه الأسماء، وأرى بأن المباراتين القادمة هي الأهم وهي المفترق مع الأبها ومن ثم النصر. إذا فاز في المباراتين القادمة الاتحاد سيواصل الصدارة وسينال الدوري سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وسينال كأس الملك الأقرب للطريق في كأس الملك. الاتحاد سيلعب مع التعاون، وهو التعاون المستويات المتأرجحة، بينما مباراة كأس الملك بعدها سيقابل الفائز من الفيحاء والباطن. وأنا والأقرب راح يكون في النهائي. صحيح الأقرب سيكون في النهائي هو الاتحاد، ولأرى الاتحاد سيكون حصاد الموسم هذا مختلف تماما بهذه الأسماء بهذه الركيزة. حتى هناك لاعب بديل كبير، هناك 4 أسماء أو 5 أسماء تحديدا للاختيار، لاعبين من أوتوفوغو، ديانج لاعب الأهلي المصري، وطارق حامد ولاعب تونس. هذا بديل كريم الأحمدي، بديل لكريم الأحمدي. في 4 لاعبين يمكن العيون الاتحاد عليهم، ولكن سيكون في مستوى كريم الأحمدي وفي يمكن من الأفضل. لكن أرى لا أحد يعوض غياب كريم الأحمدي، لكن صحيح. الاتحاد بعزيمته بإصراره وباللعيبة السبعة المتواجدين سيكون هو حصان الموسم فيها. نعم. طيب، بما أن الحديث أيضا عن الاتحاد، فإدارة أيضا أنمار الحايلي حققت نتائج مرضية على مستوى الفريق الأول أو حتى على مستوى العمل الإداري. طيب، العمل الإداري ما في شك بأنه يعكس وضع الفريق الاتحادي في صدارة الدوري. صحيح، دائما الفريق اللي يتصدر ويحقق إنجاز نقول فتش عن الإدارة. فالإدارة الاتحادية نجحت بامتياز في كثير من المواقف، منها التعاقدات اللي نجح الفريق في الحصول عليها هذا الموسم، ومنها أيضا التعامل مع الفريق. شاهدنا كيف الأستاذ أنمار الحايلي كيف تواجده مع المجموعة وكيف يتكلم مع اللاعبين وموجود معهم، يعني شخص متابع لكل صغير وكبير، ونجح في التعامل مع لأن كرة القدم هي تفاعل وقرار. وبالتالي ما يمكن مثلا تقول والله أنا حناقش وضع المدرب في اجتماع الإدارة الشهر القادم، مستحيل. هذا مو بشركة، الفريق يجب أن يكون معك أول بأول في قرارات تؤثر في أمور نفسية، تؤثر في أشياء يعني تلمسها أنت من تواجدك مع المجموعة ومع الفريق، وهذا ما حق الاتحاد. يعني انتزع الفريق من مؤخرة الدوري إلى صدارة الدوري، وحتى الآن هو الفريق المرشح أنه يعني يكون يتوج هذا الموسم، وأيضا مرشح أنه يوصل للنهائي الكاس. وبالتأكيد أنه يكوش على كل شيء الاتحاد، بالتأكيد أنه هذا موسم الاتحاد، وهذا شيء حقيقة يعني يسعدنا أنه فريق بدل ما الناس كانت تتوقع أنه يهبط، اليوم هو قاعد ينافس ويعيد نفسه بشكل جيد ويعيد الإثارة والقوة للدوري السعودي. نعم. أيضا منذ أن أعلن الهلال توقيع عقد التجديد للاعبي محمد كنو، وحتى الآن لم تظهر أي مستجدات رسمية بشأن القضية اللي أشغلت الشارع الرياضي السعودي كثيرا. ماذا يعني هذا الصمت؟ ماذا يعني هذا الانتظار؟ متى سيصدر القرار؟ استحوذت قضية محمد كنو على النصيب الأكبر من التناول الإعلامي وفي منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر يناير الجاري، بعدما أعلن الهلال رسميا تجديد عقد اللاعب حتى 2025، ليرد نادي النصر ببيان يؤكد فيه توقيعه مع اللاعب. وحتى الآن لا شيء غير الصمت في قضية شغلت الرياضيين كثيرا، صمت رسمي من قبل إدارة كرة القدم السعودي ولجانه
يقابله صمت آخر من الأندية الأطراف الهلال والنصر، ولاعب يمارس نشاطه مع ناديه الهلال. هذا الهدوء الرسمي من كل الأطراف المعنية بهذه القضية جعل الكثيرون يتساءلون عن السبب وراء هذا التأخير في حسم الملف الشائك. هل لأن القضية معقدة وتحتاج إلى وقت أكبر، أم أن هناك أمر آخر لا يزال في طور دراسة الإثباتات الخاصة بكل طرف ليتم التأكد من أحقية أي منهما بخدمات اللاعب؟ وهل هناك أطراف أخرى غير الهلال والنصر ستدخل في القضية؟ قضية محمد كنو تساؤلات تدور في أذهان المتابعين وتوقعات في آراء القانونيين، وجماهير تترقب وتنتظر ويتساءل الجميع، من أحق بكنو، الهلال أم النصر؟ يعني ما راح نقول بأنها قضية شائكة، لكن 18 يوم وأكثر من 18 يوم دون أي يعني نتائج لهذه القضية. وش يعني هذا الموضوع؟ يعني أن الموضوع ما هو واضح ومعقد وليش؟ والله شوف، أنا أعتقد أنه ما في شيء مستعجل، لأنه إذا كان فيه أي شيء يتعلق بالعقد القادم فسيكون بعد نهاية العقد الساري، والعقد الساري أمامه 6 شهور ينتهي نهاية الموسم، بالتالي ما أشوف أنه فيه يعني أي داعي للاستعجال، خصوصا أنه اللاعب يشارك في المنتخب الوطني والمنتخب عنده مباراتين مهمة، بالتالي ما أتوقع أنه يكون فيه يعني شيء قبل مباريات المنتخب. أتوقع أنه ماخوذ بعين الاعتبار أنه خلوها بعد مشاركة المنتخب. 100% يعني الموضوع يحتاج دراسة، يحتاج قرارات، يحتاج اطلاع على كل التفاصيل. ما هي واضحة تعتقد؟ ما أعتقد أنها واضحة، لأنه ما حد عارف أي شيء. يعني احنا شاهدنا بيان من النصر بس ما ندري وش مدى مصداقية هذا البيان ومدى الوثائق، وما هي الوثائق المرفقة من النصر. إضافة إلى نقطة، يعني ليست فقط أنه هذا القضية، إحنا عندنا احتجاج الفيصلي أيضا على الأهلي على الحمد النقاز وعلى مشاركة النقاز، هذا أكثر واحد اسمه في اتحاد القدم. أي نعم، وفي نفس الوقت مشاركة بعض لاعبي الأهلي حسب احتجاج الفيصلي، وهم عندهم يعني بوزيتيف شو اسمه الكوفيد، فهذه أشياء تحتاج حسب الأخبار، يعني هذه حسب احتجاج الفيصلي، فيفترض أنها هي الأولى بالحل، لأن ما هي مرتبطة بشيء، متعلقة بالدوري ونتائج الدوري ونقاط الدوري. يعني لعلنا ننتظر نشوف إيش يصل له الأمر. طبعا ما في أي أحد يقدر يعطيك أي حكم نهائي أو تفصيل، لأنه لا يوجد أي يعني مستندات أو وثائق ممكن تبني رأيك عليها. إذا تبني على كلام زيد وعبيد ما حتطلع نتيجة، ما حكون مطابق للواقع. نعم، طيب عمر، يعني شو رأيك في هالقضية؟ ما تعتقد بأنه 18 يوم يعني أصبحت قضية يعني معقدة في اتحاد كرة القدم؟ الجميع كان ينتظر قرار أسرع لحسم مستقبل كنو. والله من باب أولى كان من البداية، كان بعد أول 4 أيام 5 أيام خاصة أن كل الأوراق كل المستندات تم طلبها، اللاعب حضر قبل 4 أيام أو 5 أيام. الآن المعضلة الحقيقية هي شماعة المنتخب، وتحتها 20,000 خط شماعة المنتخب اللاعب يشارك. أوكي، اللاعب حيشارك، من الممكن ومن المؤكد أنها ستؤثر على مشاركته لو أعلنت أي نتائج سواء سلبية أو سواء إيجابية على الأندية، فهذا من باب أولى أنها ستؤثر. لكن شماعة المنتخب المفترض أن نبتعد عنه تماما. الاتحاد السعودي قصر 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 في اتخاذ الإجراءات مبكرا. الآن لن تظهر النتائج إلا يوم الأربعاء القادم، ستظهر نتائج التحقيق وسيظهر القرار يوم الأربعاء القادم. الأربعاء ليس بعد غد، لكن بعد الثلاثاء حنلعب مع اليابان، والأربعاء صباحا ستصدر النتائج في قضية كنو. هذا التوقيت المناسب خاصة بعد مشاركته الآن مع المنتخب
مع تحفظي على انشغاله بالمنتخب، لكن فعلا في 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 اشكاليه في عدم اتخاذ الاجراءات في التوقيت المناسب في من الاتحاد السعودي، سواء على مستوى اما قضيه النقاز مسكين هذا النقاز، والله اخذ المنتخب بكريم وبأوبر وبالجو وبالبحر، اللاعب ما صار يعرف الكرة من كثر مصاريفه على لا لا ترى أوبر وكريم ما صار يعرف شكل الكرة، فالله يعين النقاز ويعين الأهلي، لكن قضية كأنه المفترض يبت فيها، ولكن أنا قلت لك سيبت فيها في الأربعاء القادم وسيبت فيها بغرامة على اللاعب بالعقد وبالإيقاف إيقاف اللاعب وإبقائه في نادي الهلال. نعم طيب، أيضا ترقب الجميع ظهور الهلال في كأس العالم للأندية وتشريف الكرة السعودية في هذا المحفل العالمي، هناك أسماء لأول مرة تشارك في هذه البطولة حيث لم تكن تتواجد أو لم تشارك في كأس العالم 2019، نرصد الأبرز. مثل هذه البطولات هي فرصة لأي لاعب أن يسجل اسمه ضمن القائمة المشاركة، يعني تحسب للاعب كمسيرة من خلال المشوار في المشوار الكروي مع فريق الهلال. خليني أسألك أبو يزيد في جانب آخر في هذا الموضوع، يعني كانوا الهلاليين ينتظرون كأس العالم للأندية، لكن اليوم الأوضاع ما هي الأوضاع اللي هي نقول الهلال في وضعه الطبيعي، أوضاع غير مستقرة، مدرب غير مقنع، فريق في الملعب ما هو مرضي، أشياء كثير. كانوا ينتظرون متحفزين يعني متحفزين حتى أنه في بعض الطموحات أنه حنفوز بكأس العالم، حنفوز على تشيلسي وحنوصل للنهائي، ولكن الفترة الحالية ما في شك أنه نقول بس يلا السلامة يعني لا يخسر الفريق خسائر كبيرة، لأنه بالفعل فريق مفكك في كل مباراة يقبل هدفين على الأقل، وغير قادر على صناعة هجمات، وغير قادر على بناء اللعب، وغير قادر على تقديم مستويات مقنعة للجماهير، وبالتالي الحقيقة هي مشاركة يعني محفوفة بالمخاطر، وقد تكون أسوأ مشاركة لفريق سعودي في حال لا سمح الله خسر من الجزيرة الإماراتي يعني لو خسر هذا، إذا فاز الجزيرة الإماراتي على الفريق اللي أعتقد من تاهيتي، إذا لم يستطع التأهل لمباراة تشيلسي حتكون الحقيقة يعني فشل مركب وهو متوقع كلش جايز في ظل المستويات اللي احنا شفناها شاهدناها أمام الباطن، أمام الفيحة، أمام الفرق الثانية، غير قادر على الفوز، غير قادر على تقديم. صحيح أنه كأس العالم فيها توهج وفيها كذا، ولكنك لا تضمن في ظل أنه يعني اللاعب دائما نقوله احنا اللاعب ما يمكن انه يقود الفريق، اللاعب هو يعني ينفذ ما يتدرب عليه، يتدرب جيد يؤدي جيد، يتدرب سيء يؤدي سيء، في تكتيك، في طريقه لعب، في يعني امور فنيه داخل الملعب، فريق متماسك، فريق مترابط، فريق عنده مهام، توظيف اللاعبين، اخراج افضل ما لديهم، هذه كلها غير موجوده. فمن هالمنطلق انك ما تقدر تجزم انك حتقدم مشاركه جيده، ولكن مثل ما قلت لك احنا نقول اتمنى لهم التوفيق، وبالتاكيد انه في حال يعني عدم تقديم مستوى جيد ما في شك انها حتكون يعني بيدي لا بيد عمر. خليني اسالك عمر في هذا الموضوع، الهلال في كأس العالم للأندية يعني يمكن تكون يعني هذه المهمة تعتبر الأكثر أهمية عند الهلاليين بالتواجد والظهور بصورة يعني إيجابية. فعلا هناك كان تفاؤل مفرط فيه بكل أمانة، لكن مع هذا المدرب لا تتوقع أي شيء للهلال جارديم، يعني أوصل الهلال لمرحلة لا يطاق، هذا الهلال ليس هذا الهلال اللي نعرفه جميعا، لكن التعاقدات اللي الان في حراك كبير في الهلال،
أول شيء من ناحية إنهاء عقد غوميز وفيتو وغويلار على وشك الإعلان خلال 48 ساعة إلى الثلاث أيام المقبلة عن غوميز وفيتو. فيتو إعارة لأحد أندية الدوري المحلي، بينما غوميز هناك إشكالية وكلهم عليهم إشكاليات في المبالغ اللي حتدفع لهم، ولهذا أرى بأن الهلال أمام معضلة حقيقية سواء في التعاقدات أو سواء اختيار اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم، لاعبين الأجانب تحديدا، ولهذا يعني التفاؤل كان فعلا في غير محله. حتى تشيلسي هو ما تشيلسي المجمع حتى يفكروا ان هذا تشيلسي القادم من لندن سنفوز عليه. كأس العالم مختلف تماما، ولا بد ان يكون هناك تهيئه، المده قليله جدا، والهلال قادر على تمثيل الكره السعوديه كما حدث العام الماضي في التمثيل بشكل مشرف، متى ما تعامل مع كأس العالم بمنظور اخر، ومتى ما تعامل مع المدرب غاردين بشكل مختلف. نعم، طيب أنا أشكرك عمر الكاملي، شكرا لحضورك معنا اليوم، شكرا لكل هذه الآراء، شكرا شكرا أيضا عبد الكريم الجاسر، شكرا أبو يزيد، حياك الله، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة، كل الأمنيات إن شاء الله لمنتخبنا بالتوفيق خلال المرحلة القادمة، في أمان الله. جاكم الإعصار ماشيني عيكا، منتخبنا اليوم وخر عليك.